هناك. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، برحب بيك طبعا كل التحيه ليك ولكباتننا الكبار بتوع الشوط التحليلي، ويا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن يكون يوم سعيد على جمهور النادي الاهلي ويقدر لعيبه النادي الاهلي تفضل بيه المباراه دي. صعبه شويه هنا من اول، وصلنا للرطوبه ودرجه الحراره عاليه، ملعب الترسان، كل الامور دي ان شاء الله تكون دوافع كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي. غياب علي معلول ووليد سليمان امور عديده جدا الحقيقه لعيبه النادي الاهلي اشتغلت عليها خلال الايام الماضيه من اجتماعات ومحاضرات، الكل بيحفز بعض، عارفين اهميه هذه المباراه، يعني ما فيش اعذار بقى زي ما كان بابيسو موسيماني قال، وزي ما كابتن محمد شناوي كابتن فريق النادي الاهلي ده اللي اتكلموا فيه مع اللعيبه، كل الظروف المحيطه بهذه المباراه ان شاء الله تترجم بشكل كبير جدا في الملعب. خلينا بقى في النهارده يا كريم، قول لي بقى عندك اخبار الملعب ايه واخبار الجو ايه دلوقتي في الملعب؟ بالتاكيد يا كابتن ايمن احنا متواجدين دلوقتي في ملعب الشهداء اللي هيستقبل زي ما كتبنا بتوقيت 3:10 بتوقيت القاهره. حتى اللحظه دي يا كابتن ايمن وهو الامر اللي بنتكلم فيه وجه الجمهور، يمكن سمعنا اخبار كثيره جدا ان الحضور هيكون متوافد بشكل كبير، العدد قليل حتى هذه اللحظه اللي توقع قبل انطلاق المباراه بخمس دقائق ب10 دقائق تفتح الابواب ونشوف اعداد كبيره جدا زي اللي شفناها في مباراه سيمبا تنزانيا، لكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها الاعداد قليله يعني من 150 200 فرد، لكن برضو كل ده كل حاجه متوقعه في مباراه البطوله الافريقيه. لعيبه النادي الاهلي متواجده في غرف قلع الملابس، الامور كعاده طبعا افريقيا يعني مفيش ميه في الاوض، كابتن سيد بيطلع يكلم الكابتن سمير عدلي الجبيس موسيماني في بعض المضايقات كده متواجده مع فريق النادي الاهلي، النادي الاهلي متعود عليها طبعا ومسؤول اي شيء، لكن الامور دي ان شاء الله باذن الله نعديها ونقدر نكون جاهزين بشكل كبير في انطلاقه دي المباراه. كلمني عن الحاله المعنويه بقى للجهاز الفني واللعيبه، اخبارها ايه وهي داخله الملعب بصفه غير انت كنت قريب منهم، هل في قلق، هل في ثقه بالنفس؟ كلمني شويه. في ثقه كبيره جدا يا كابتن ايمن، الكل تابع الفتره اللي فاتت، المحاضرات كانت مستمره، كل لاعب كان اللي معايا لابتوب بيتفرج على نقاط القوه والضعف، المهام اللي يمكن في الثماني قالها لكل لعيب هيكون في اللي كان في تشكيل الفريق النهارده، لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير كمان، يمكن النهارده يعني حتى هذه اللحظه الجو مقبول شويه، يمكن المطر هدت شويه الدنيا، بتمنى الساعه 2 الظهر كمان الرطوبه ما تعلاش ولعيبه النادي الاهلي تكون مركزه بشكل كبير، لكن الرغبه موجوده والدوافع موجوده يا كابتن ايمن. هي مباراه 90 دقيقه ان شاء الله محتاجه 11 راجل زي ما بنأكد كل مره على لعيبه النادي الاهلي، ولو التوفيق معانا ان شاء الله باذن الله ونستغل انصاف الفرص اللي ان شاء الله تيجي للنادي الاهلي نستطيع ان نخطط خطوه كبيره جدا في دور المجموعات وان شاء الله نتاهل لدور ربع النهائي ومنها ان شاء الله نحافظ على البطوله الافريقيه ان شاء الله. احنا كان معانا صور من الملعب يا كريم، وواضح جدا ان ارضيه الملعب قديمه جدا لدرجه ان احنا بالرغم انه ترتان الا ان احنا شفنا برك ميه في الملعب. بالظبط يا كابتن ايمن، يعني الحقيقه للتطوير هنا يعني ما فيش تطوير نهائي خالص، يمكن الملعب عدى عليه 8 أو 9 سنين، ترتان قديم كمان، والترتان فيه كمان بعض المشاكل، يعني ممكن لو الترتان جيد لا نقدر نقول انه على جيد، لكن كمان الميه نسب بكثافه النهارده يمكن اكثر من ساعتين كان فيها امطار كثيفه، ملعب اتغرق بالكامل. حتى هذه اللحظه بيحاولوا طبعا بعض المتواجدين في استاد الشهداء ان هم يفرغوا الملعب، لكن برضه في بعض الازمات في الملعب، يعني ان شاء الله بتمنى ما يبقاش تاثر لان الترتان ما يبقاش فيه امتصاص، انت عارف الملعب كمان مجهز التجهيز الكامل يا كابتن ايمن ان فيه تسريب او امتصاص ميه، ففي بعض المناطق كده فيها ميه، لكن مع قرب المباراه ان شاء الله يا رب يكون الامور ميسره لفريق النادي الاهلي ويقدر يتخطى كل هذه الصعوبات اللي بتقابل الفريق قبل مباراه اليوم. هل مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه عن التعامل النهارده مع حكم المباراه، خصوصا لو فاكرين الحكم دوت كان ليه قبل كده سابقه مع ايمن اشرف لما طرده بعد 13 دقيقه؟ بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن ايمن يمكن اتكلموا على النقطه دي، اكيد يمكن الكابتن سيد تحديدا اتكلم عن الامر ده بشكل كبير، قال التعامل لابد يكون في ضبط نفسي كبير جدا مع حكم المباراه، مش عايزين نخسر اي لعيب في البدايه او في النهايه، محتاجين ان احنا نكمل نخرج اخر المباراه ب 11 لعيب، ويمكن اتاكد على هذا الكلام كمان الراجل اللي بيتكلم على توسيع الجهد بشكل كبير جدا في المباراه، دخولنا لازم يكون قوي جدا، تكون متحاربه، الضغط في كل مكان في الملعب، كل الامور دي اتكلم عليها في 8 يا رب ان شاء الله، بس لعيبه النادي الاهلي تترجم كل التكتيك وكل التعليمات اللي قالها الجهاز الفني بالكامل في 90 دقيقه القادمه اللي بنعملها ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى، يكون مع فريق النادي الاهلي ويقدر يتخطى هذه المباراه. باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي يا كريم، وباذن الله متواصلين باذن الله بعد النصر ان شاء الله.